بسم الله الرحمن الرحيم. فرنسية ياك الرابعة ابتدائي. اكتيفيتي دو ليكتور يعني أنشطة شفوية دي القراءة. أنشطة في قراءة ياك. كومبخوندغ ليكخي يعني أفهم الكتابة. شاك شوز أن سونطون يعني كل حاجة. شاك شوز كل حاجة كل شيء. أون سونطون يعني في وقته. في وقته ياك سونطون. لا بيبرتي شنو هي لا بيبرتي؟ لا بيبرتي هي الفترة اللي توصلها الطفل ياك من المراهقة. فهمتي الفترة ديال المراهقة تسمى لا بيبرتي يعني لو باساج دو لانفونس على الادوليسونس ياك. نعبروا عليها وتم ديك الفتره ديال الادوليسونس ياك. ات اون بيريود كلي يعني هاد لا بيبرتي ات اون بيريود يعني هي ياك. بيريود يعني فتره. كلي يعني دي مفتاح هذا يعني انها فتره مهمه. ات اون بيريود كلي يعني هي فترة ياك مهمة. كلي يعني مفتاح. كلي هو المفتاح. دون طون ديفلوبمون يعني في تطورك. دون طون ديفلوبمون لو ديفلوبمون جاية من واحد الفعل سير فيرب ديفلوبي ياك. ديفلوبي يطور. إذن في تطورك يعني في نمو في نمويك. فهمتي المقصود بها هنا في نمويك يعني النمو ديال الانسان راه تطور ياك. طون كور يعني جسمك يعني الجسم ديالك. شونج انورميمون يعني يتغير بكثره يعني الجسم ديالك يعني يعني طون كور شونج يعني جسمك يتغير. سي الفيرب شونجي ياك. انورميمون يعني بكثرة يعني الجسم ديالك تيتغير بواحد ملي توصل لهاد الفترة ديال لا بيبيرتي يعني ديال الفترة ديال المراهقة. الجسم ديال الطفل تيولي كبير بالزربة. الحمد لله. إذا شونج انورميمون يعني تيتطور بكثرة يعني اكسيسيفمون ياك. يعني شونج اكسيسيفمون. طي ميسكل يعني العضلات ديالك مالهم. سورانفورس يعني تتقوى. سيرفرب سورانفورس ياك. سيرفرب سورانفورس تي غراندي بوكو يعني انت تكبر بالزربه. انت تكبر بزاف. فهمتي تي غراندي بوكو يعني انك غتكبر بزاف ياك. مي تي جامب ولكن تي جامب nous s'allongeons presque plus. ولكن السيقان ديالك سيقان ساق يعني ساق واحد يتسمى اون جامب. اون جامب يعني هي يعني مؤنث. اذا هاد جوج ديال السيقان ديالك مالهم nous s'allongeons presque plus يعني ما تيتجبدوش ما تيزيدوش. فهمتي ما تيزيدوش بزاف. presque يعني تقريبا ما تيزيدوش. فهمتي شنو يقولك انا يعني تيزيدو ولكن تيزيدو واحد النسبه قليله. اي سي طون طون ياك. اي سي طون طون كي ساكخوا. بالنسبه للشجره تنتكلموا على لو طون هو هذا. فهمتي هذا لو طون هو هذا الجذع يعني بدون ياك هذا الاصل ديال الشجره يعني هو والوسط ديال الشجرة. فهمتي من بعد تكون التفرعات من بعد تكون التفرعات وتيكونوا الجذور عندها. بالنسبة للإنسان فهمتي الإنسان كيفاش عنده هو لوطخون. لوطخون هو هاد الوسطاني ديالو يعني بلا يدين بلا رجلين بلا راس. فهمتي هاد الوسطاني ديال الإنسان تتسمى لوطخون. إذن اش قالوا لكم؟ قال لك طون طخون سي طون طخون كي كي ساكخوا
يعني وقولي تيكبر، فهمتي ولا لا؟ يعني في هذه الفتره السيقان ديالك ما تزيدوش بزاف، ولكن هاد لو طخون ديالك هو اللي تزيد، فهمتي؟ لو سبور اي بون، يعني هنا لو سبور اي بون بور لا كرواسونس، يعني الرياضه مزيانه للنمو، فهمتي؟ باش يكون عندك واحد النمو يعني خاصك دير الرياضه، فهمتي؟ لو سبور اي بون بور لا كرواسونس. ميليكسي، ولكن زياده ميليكسي دو فاتيغ لا غالونتي، يعني لا كثرتي في العيا، يعني الانسان بقى يدير الرياضه وعيا بزاف وبقاتي بزز على راسه، فهمتي؟ اذا هنا شنو لا غالونتي، سي لو فيرب غالونتي، غالونتي هي نقص، تنقص من شي سرعه. اذا شنو هو؟ تيكون عنده واحد النمو، ولكن مادام انت كثرتي في العيا اذا تنقص من داك النمو، ما تيخليش غادي ديك السرعه، فهمتي؟ اذا ميلاكسي، ولكن زياده دو لا فاتيغ، ياك يعني ليكسي دو فاتيغ لا غالونتي، سيتادير كي الغالونتي لا كرواسونس، فهمتي؟ اذا ال فاغالونتير لا كرواسونس، يعني ينقص من النمو. لي سيونس دونترينمون، لي سيونس يعني فترات تمرينات، لي سيونس دونترينمون مالهم ايبويزونت، يعني ايبويزونت جايه من الفيرب ايبويزي ولا سيبويزي، سيبويزي يعني انه انهيك، فهمتي؟ يعني هاد الفترات الرياضيه ياك ديال التمرين اللي تتكون تتنهك الجسم ديال الانسان، سون ا ايفيتي، يعني هما ا ايفيتي يعني للتجنب، سون ا ايفيتي يعني انهم للتجنب، يعني عليك بتجنبهم، فهمتي؟ لا يعني عليك ان تتجنب هاد الفترات التي تنهك الجسم، ياك ني سي با نون بلي دو ترو طوميسكلي، يعني لا تحاول بالمرة، نون بلي لا تحاول ياك بالمرة، نون بلي دو ترو طوميسكلي، يعني باش تكثر وتبغي تكون عندك العضلات قوية، فهمتي؟ طوميسكلي يعني انك يكون عندك دي ميسكل، يعني يكون عندك عضلات، فهمتي؟ سولا فياندغا اون سون طون، يعني هاد الشيء سولا هذا فياندغا يعني سيأتي، سي لو فيرب فونيغ، هذا مصرف في الفيتير سامبل، فهمتي؟ اون سون طون يعني في وقته، اون سون طون في وقته. تيزوس ياك، تيزوس مالهم؟ يعني العظام ديالك، العظام سميتو؟ تيزوس، العظام سميتو لوس، ال ابوستروف اوس ياك، ولكن العظام ديال العظام ديالك هنا راه كاين بزاف، شوفي ملي تيكون عندنا هنا الجمع حنا عندو اس ما غايمكنش تزيد اس اخرى، كاع لي الاسماء اللي عندهم اس يعني طبيعيه فيه، واخا تيكون في البلوريال ما تيمكنش نزيدو اس، يعني هذيك اس ديالو هي اللي تتبقى، فهمتي؟ اذا طي يعني ديالك ماشي طون، طو اوس لا، تيزوس يعني العظام ديالك، سون فراجيل، فراجيل يعني راه طبيعي، فهمتي؟ يعني انها طريه، يعني العظام ديالك مالها تتكون باقية، يلاه بادية، يلاه في البداية ديالها، فهمتي؟ إذا ما غتكونش عندها القوة الكافية لتحمل واحد الرياضة قوية، فهمتي؟ واحد التمرينات قوية. إذا الإنسان طفل خاصو يدير الرياضة، ولكن على قد المستوى ديال الجسم ديالو، فهمتي؟ إي أن تروماتيزم إي بلو فيت أغيفي، يعني في هاد الحالة الإنسان اللي ما احترمش هادشي اللي قالو لك خاصك تبعد منه، شنو يقدر يوقع؟ اي ان تروماتيزم، ان تروماتيزم تنقولوها على التاثيرات ديال بعض التمزيقات اللي تقدر توقع، ياك الانسان تيقدر يدير شي حركه يوقع له تمزق عضلي او شي حاجه، وشنو وغادي يبدا يعطيه واحد المضاعفات، هذيك المضاعفات تتسمى تروماتيزم. تنقدروا نطلقوا هاد التروماتيزم ايضا على لي شوك مثلا بسيكولوجيك، يعني هذوك الصدمات النفسيه، ياك المهم اللي تهمنا هنا هو التمزقات اللي تقدر توقع، التمزقات اللي تقدر توقع عن طريق الزياده الغير المحسوبه في التمرينات، فهمتي ولا؟ اي بلي فيت اغيفي يعني جد سريعه الوقوع، جد سريعه الوقوع، بلي فيت اغيفي، اغيفي سي لو فيرب اغيفي يعني انه وصل وقع الى اخره، فهمتي؟
إذا قلت لواحد شو واحد عيط لك قلت له جاغيف يعني أنا راه جاي غادي نوصل ياك. السبور يعني الرياضة اي تري نيسيسير لأن ضرورية بور لي كور دي زونفون بالنسبة للأجسام ديال الأطفال ياك. قالك جو كومبخون لو تيكست باش نفهم التيكست جو ريبون باغ فغي أو فو غادي نجاوب جو ريبون يعني سي الفيرب ريبوندغ باغ فغي باغ فغي أو فو يعني بصحيح ولا خطأ. لا بيبيغتي هاد لا بيبيغتي اللي هضرنا عليها دابا يعني هي المراهقة ياك. قالك ني با زون ايتاب امبوغتونت ماهياش واحد المرحلة مهمة ماهياش مرحلة مهمة ني با زون ايتاب امبوغتونت دون لا كخواسونس دي كور يعني في نمو الجسم وصحيحة ولا خطأ. قالك لا بيبيغتي سي ني با لا بيبيغتي ني با زون ايتاب امبوغتونت دون لا كخواسونس دي كور وصحيح ولا خطأ. صحيح يعني الفتره ديال المراهقه ماهيش مهمه بالنسبه للطفل. هذه الفتره ديال المراهقه هي تتفو 12 سنه ياك 12 سنه حتى 18 سنه تقريبا ياك. يعني هذه الفتره واش ماشي مهمه بالنسبه للطفل هذه الفتره مهمه ماهيش مهمه. علاش كانوا ميتكلموا هنا تيقولكش لا بيبيغتي اوتي بيريود كلي شنو هي كلي يعني كلي هي تري امبورطون يعني بانها مهمه دون طون ديفلوبمون يعني في النمو ديالك واش فهمتي ولا لا يعني مهمه في النمو ديالك يعني في هاد الوقيته بالضبط الطفل خاصو يحضي مع راسو خاصو ياكل مزيان ينام مزيان وخاصو يدير الرياضه فهمتي ولا لا علاش لان غتساهم في النمو ديالو. يعني الا فاتت هاد الفتره سمعتي ولا الا فاتت الفتره الطفل ما طوالش وما تقواش غتاثر على الحياه ديالو من بعد واش فهمتي ولا لا ما يبقاش يقدر يزيد من بعد واخا يبغي يطوال مره اخرى ما يطوالش الا فاتت الفتره. اذا مهم ولا ماشي مهم هذه مهمه. اذا اش غنقولوا لك لا بيبرتي ني با اون ايتاب امبورطون دون لا كرواسونس دي كور اش غنقولوا فري ولا فو فري فري يعني صحيحه يعني واش قالوا لك قال لك راه ني با اون ايتاب امبورطون ما هيش مهمه هادشي اللي كاتب لك هنا فوق يرا فوق هادي قالوا لك مهمه هي هادي انا قالوا لك مهمه وهنا داروا لك العكس. يعني بطبيعه الحال كون حطوا لك هاد الجمله اللي كاينه هنا غتقولي فغي ولكن راه حاطين لك جمله معكوسه العكس ديالها اللي كاتبين هما هنا سي بيان دو فير دي سبور قال لك مزيان انه جميل لفعل الرياضه يعني لي شيء جميل ان تمارس الرياضه واش فري ولا فو فري فري. وشوفي الجمله شنو هي الجمله جميل لا قري هذه اش معنى جميل سي بيا دو فير دي سبور دي سبور شنو هي سي بيا دو فير دو سبور جميل ممارسة الرياضه فير يعني انك تعمل دي سبور يعني الرياضه. Un sportif ne doit pas se reposer de temps en temps. يعني الرياضي قالك ما خاصوش يستريح من وقت لوقت ما خاصوش يستريح الرياضي صحيح ولا خطا قالك ان سبورتيف يعني جاي من لو سبور ان سبورتيف يعني الرياضي نو دو با ما خاصوش سي لو فيرب دوفوار يعني لا يجب عليه هذه من جيب حنا تقول الواجب لا يجب عليه نو دو با سو ريبوزي سو ريبوزي هي يستريح ما خاصوش يستريح دو طون زون طون من الوقت لوقت ما خاصوش يستريح من وقت لوقت. اذا شنو صحيح ولا خطا فو او فري فو اه وشنو هو لو فري شنو خاصو يدير فري اه لو فري كيسكيل دو فير كيسكيل دو فير يعني شنو خاصو يدير هو اش قالك انا قالك ما خاصوش يستريح انت قلتي فوق اذا شنو خاصو يدير ها اون رياليتي كيسكيل دو فير خاصو يدير خاصو يدير رياضه يستريح اه يدير رياضه يستريح يلا قولي لي شنو غتقولي يل دو فير يل دو فير سون سبور يعني يدير الرياضه ديالو
Elle doit faire son sport. Elle doit faire. Elle doit faire du sport. Hey. شنو ما مس... شنو ما يسترحش انا شنو فرنسي ما يسترحش ريبوس ريبوسي 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 سو ريبوسي هاي انا قالك ما يسترحش هي نو با نو دو با سو ريبوسي ياك ولا بغينا نقولوا خاصو يسترحش نقولوا ايل دو ايل دو ها دي فور دي ها دي فور شنو des sports. Elle doit faire des sports et de reposer. Et se reposer. Et se reposer. Elle veut se reposer. Elle doit faire des sports et se reposer. Il y a une chasse de riada ou sterhiek. Elle doit faire des sports et se reposer de temps en temps. Et mais le temps, le temps. Ma chasse aussi bizarre à la race. Voici le cas où texte. Elle connaît que veut dire croissance. Je ne que veut dire croissance. Je m'en ai dit. Que veut dire croissance? Je n'ai pas dit ça. Il y a une que veut. Il y a une achno. Je n'ai pas dit croissance. Je n'ai pas dit croissance. Je n'ai pas dit que veut. Il veut. Il y a une ou bras. Femme dit. Dire. Il y a une yakoul. Il y a une achbrat koul croissance. Il y a une achno. Il y a une dit croissance. Je n'ai pas dit. يعني اشنو تيبغيو يقولوا بلا كرواسونس واش فهمتوا انا كو في دير كرواسونس يعني اشنو تيبغيو يقولوا بلا كرواسونس يعني المعنى ديالها باللغتنا حنا هي ماذا تعني كرواسونس فهمتي هادي كرواسونس اللي معنيتها جايه من الفيرب جايه من الفيرب شنو الفيرب جايه منو دي كخوا كخوا شنو الفيرب هذيك كرواسونس راه اسم ديك راه جايه من واحد الفعل داك الفعل سميتو كرواسي لا كرواتر كرواتر ياك شنو هي كرواتر كرواتر هي نما اذا كرواسونس شنو معناتها كرواسونس شنو معناتها النو النمو قال النوم النمو النوم راه النعاس هذا النمو هو ان الانسان تيتزاد او مثلا الشجره تتزاد فهمتي او الاقتصاد يتزاد يدير بزاف ديال المعنى هذا يعني الزياده في اي حاجه اي حاجه فيها زياده تسمى نمو ياك شوف اش قال لك هنا قال لك هذيك كرواسونس تعنيو بها ديفلوبمون فيتيس اونترينمون فهمتي تعنيو بها ديفلوبمون يعني التقدم والنمو واش تعنيو بها فيتيس السرعه ولا تعنيو بها اونترينمون يعني الرياضه اونترينمون التمرينات شنو يعني بهاد الكرواسونس شنو يعني بها الكرواسونس ها يزدادو شنو تعني بها ما عطيتك ثلاث الكلمات وحده من هادو راه تعني لك كرواسونس كاين ديفلوبمون يعني التطور والزياده كاين فيتاس السرعه اونترينمون يعني التمرينات شنو تيقصدوا بهاد الكرواسونس هاد الكرواسونس اش يقصدوا بها من خلال هاد فكذا الكلمات ديفلوبمون جي من الفيرب ديفلوبي ديفلوبي هي تطور يعني تطور وتزاد ياك كاينه ايبويزونت في دير يعني ايبويزونت يعني هاد الكلمه ايبويزونت راه شرحتها لك في دير يعني في دير تريد ان تقول بمعنى اخر معناها ايبويزونت معناها شنو معناها سون امبورطونس فاتيغونت اغريابل سون امبورطونس يعني بدون اهميه الامبورطونس هي الاهميه فهمتي بدون اهميه ما عندها اهميه الا قلت هاد ستيلو سون امبورطونس يعني تلوحو فهمتي ما عندي بندير فهمتي فاتيغو يعني متعب شنو متعب يعني هاد العمل متعب متعب يعني تيخليك تعب يعني تيخلي الانسان يعيا اغريابل يعني مزيان شي حاجه اغريابل يعني شي حاجه تيرتاح ليها الانسان فهمتي اغريابل اكسيلون بليزون الى اخره يعني كلهم مزيانين فهمتي اذا اشنو تيعني بهذا المعنى ديال ايبويزونت ها شنو يعني بها ايبويزونت واش يعني بها سون امبورطونس تيعني بها فاتيغونت تيعني بها اغريابل شنو تيعني بها شنو
تبان لكش شي عنوبة دي ايبويزونت ايبويزونت اه شي عنوبة اغريابل فاتيغونت يعني ايبويزونت يعني وبا فاتيغونت شنو معنى ديال ايبويزونت شنو معنى ديال ايبويزونت اه ايبويزونت هي هي يعني انها متعبه متعبه هي ايبويزونت يعني متعبه يعني تتعيي واحد العامه تتقوم به بالضربه تيعيي فهمتي اذا هي فاتيغونت ايبويزونت هي فاتيغونت ياك دغنا جو ريبون او كيستيون يعني غادي نجاوب على التمارين كو بيرمي لو سبور او زونفون شنو معنيتو هذا بعدا اش معنيت هذا السؤال كو بيرمي لو سبور او زونفون شنو معنيتو واش جو ريبون اه جو ريبون يعني اجيب على الاسئله جو ريبون او كيستيون ها السؤال الاول كو بيرمي لو سبور او زونفون شنو هي كو بيرمي لو سبور او زونفون حيت فهمتي السؤال غتقدري تجاوبي ما فهمتي السؤال ما غتجاوبيش اش من الفيرب هذا بيرمي permet ça veut permettre c'est permettre 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 هي مكنه فهمتي او سماحه بشي حاجه الحمد لله اذا كو permet le sport aux enfants le sport معروفه les enfants معروفين اذا شنو كو permet le sport aux enfants يعني ما بماذا يمكن الرياضة للأطفال يعني بماذا يسمح تسمح الرياضة للأطفال فهمت ولا لا يعني بمعنى آخر ماذا توفر الرياضة للأطفال فهمت المعنى لا كبيغمي شنو تتخليهم يوصلوا لشي حاجة يعني تتخليهم يوصلوا لشي حاجة واحد الهدف معين كبيغمي لو سبور زونفون يعني يعني اشنو تسمح الرياضة للأطفال من هدف بغا يوصلوا له فهمتي ماشي هدف بغا يوصلوا له اذا شنو تتمكنهم الرياضه تتمكن الاطفال منهاش الرياضه ما ها تكبر لهم شنو هو تصححوا اذا اش نقولوا اذا الجواب ها هو عندك هنا في ها عندي لو سبور اي بون بور لا كرواسونس سي سيتادير Pour répondre à cette question-là, on doit dire que le sport permet, pour utiliser ce verbe-là, le sport permet, voilà permet, c'est le verbe permettre, aux enfants une bonne croissance. Vous voyez ? Et donc, il permet aux enfants de nommer, يعني صحيح. Vous voyez ? إذن لو سبور بيرمي او زونفون اون بون كرواسونس هنا لا دوزيام كيستيون ياك لا دوزيام كيستيون كو فوتيل ايفيتي بور ان جون سبورتيف شنو هي المعنى ديالو بعدا كو فوتيل سي لو فيرب هذا فو فو شنو اش من فيرب هذا فو سي لو فيرب falloir falloir le verbe falloir il est توجب فهمتي فهمتي ولا توجب بحال لو فيرب دوفوار قريب لو فيرب دوفوار هذا فهمتي اذا كفوتيل يعني ماذا يتوجب ايفيتي ايفيتي شنو معناتها ايفيتي يتجنب C'est le verbe éviter. Il m'a dit à l'autre jeune là-bas. Pour un jeune sportif. Un jeune ou un chef sportif, il y a une riadi. Il y a une espèce de chef riadi. Il y a une espèce de taifel ou. Il y a une espèce de riadi. Il y a une espèce de riadi. Il y a une espèce de riadi. Il y a une
يتوجه ياك للتجنب. ماذا يتوجب تجنبه؟ بور ان جون سبورتيف، بالنسبه للشاب رياضي. انت اش نقولوا كفوتي لي فيتي بور ان جون سبورتيف؟ اش نقولوا في الجواب؟ الى فور اسكو. ده اول حاجه تستعمل هذو اللي كاينين هنا، تستعمل بعض الكلمات بعض العبارات اللي كاينين هنا. تمام، كاين كوفوتيل ايفيتي، غنقولوا il faut éviter. فهمتي في الجواب؟ il faut il faut هما قالبين هذه، انا غنعاودوا نرجعوا للاصل ديالها حيت يقلبوا على حساب السؤال. فهمتي كوفوتيل يعني على حساب السؤال، عندك سؤال يمكن لك تقلب. فهمتي؟ ممكن بحال دابا انا نقولوا كو بيرميتيل لو سبور ياك. المهم هنايا كوفوتيل ايفيتي بور ان جون سبورتيف، يعني اشنو خاصو يتجنب، ماذا يجب تجنبه بالنسبه لي للطفلين رياضيك. اذا شنو غنقولوا؟ il faut éviter، يجب تجنب il faut éviter يجب تجنب. ممكن نقولوا حاجه اخرى pour un jeune sportif، pour un jeune sportif بالنسبه للطفلين رياضي ياك، il faut éviter، il faut éviter يعني يجب تجنب. اول حاجه نذكروا بور ان جون سبورتيف باش نحيدوا علينا، بالنسبه لشاب رياضي يجب تجنب شي حاجه، شنو غيتجنب؟ il faut éviter، شنو غيتجنب؟ ها ها كلشي عندك هنا في التكست. il faut éviter quoi؟ ها que faut-il éviter؟ ها il faut éviter l'excès de fatigue، يعني الاكثر يعني الكثره في العياق، يعني الانسان يعيق خاصو يحبس ما يزيدش. فهمتي؟ ما خاصوش يعيا بزاف. ها شنو اخر؟ اي لي سيونس ايبويزونت ياك، لي سيونس ايبويزونت يعني هذوك الحصص المتعبه. شنو اخر؟ اي دو ترو سو ميسكلي، كاين الانسان تيبغي تكون عنده عضلات كثيره. فهمتي؟ هذا هو اللي هذا هو اللي خاصك تجنب. فهمتي؟ اذا خاصك تجنب ليكسي دو فاتيغ، وتجنب لي سيونس دونترينمون ياك ايبويزونت ولا فاتيغونت، وتجنب عاوتاني دو ترو سو ميسكلي.